السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المكان الجميل الحلو هذا من مرسل اليخوت الكائن في منطقة يمرة، نستعرض لكم مشروع فخم من إحدى مشاريع بروج العقارية، مشروع بروج ريزدنس. المشروع عبارة عن 5 أبراج فيها تقريبا 100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة فيها: مسبح، صالة فتنس، بالإضافة إلى الجلسات العائلية، ملاعب الأطفال والملاعب الرياضية والمسطحات الخضراء. تعالوا معنا نديكم تفاصيل أكثر في الموقع عن شقة 3 غرف وصالة بمساحة 160 متر مربع. تفضلوا معنا. وصلنا موقع المشروع، زي ما تشايفين الإطلالة الحلوة والساحرة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل كاملة عن الشقة. وصلنا الدور 10، نديكم شقة 3 غرف صالة مساحة 160 متر مربع. زي ما انتم شايفين المنطقة اللي أنا فيها حاليا منطقة موزع الكوريدور، وعندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارا نتوجه إلى الصالة. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة جيدة وحلوة، تقريبا 30 متر مربع، وعندنا ديكورات سقفية بإنارات ليد، والواجهة الأمامية الزجاجية إطلالتها على البحر مباشرة، شيء رائع جدا. بالإضافة إلى ذلك عندنا مخرج للبلكونة من هذا الجهة. البلكونة تقريبا مساحتها نقدر نقول 2.5 متر في 2.5 متر، والبلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، إطلالتها روعة وخيالية وخرافية. نكمل تفاصيل الشقة، نطلع من البلكونة نتوجه إلى المطبخ. زي ما تشايفين مدخل البلكونة اللي من جهة المطبخ من هنا، دواليب راقية ذات جودة عالية وكواليتي ممتاز. وما ننسى أنه عندنا طقم فرن متكامل اللي هو شفاط وعيون الغاز والفرن من ضمن المطبخ. نكمل تفاصيل باقي الشقة، نتوجه إلى الغرفة الأولى. زي ما انتم شايفين مساحتها تقريبا نقدر نقول 3.5 × 4، وإطلالتها الخيالية على البحر وعلى الطبيعة. مقابل الغرفة الأولى عندنا دورة مياه أولى بنظام كلوزد اللي هو أفرنجي. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية كمان أكبر من الغرفة الأولى بشوية، نقدر نقول 4×4، وإطلالتها أيضا على البحر وعلى الطبيعة. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة بنظام جاكوزي المروش اللي موجود فيه. وأخيرا وليس آخرا غرفة النوم الرئيسية الماستر، لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة، بالإضافة إلى المساحة الجيدة في غرفة الماستر. وأيضا الشيء المميز في مشروع بروج ريزدنس موجود مكيفين اللي هو سبليت، واحدة في غرفة النوم الرئيسية والثانية في الصالة. نتوجه إلى البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. بلكونة غرفة النوم الرئيسية إطلالتها على الجهة الخلفية، إطلالة الطبيعة، وعندنا إطلالة على البحر أيضا من الجهة الجانبية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، وأيضا الأسعار والتفاصيل موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.